هلا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الاخيره معك ليا. عن جديد يسعد صباحك نور وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم فقرتنا الاخيره رح نحكي عن النحل وعن فوائد النحل، ويمكن نحن بس منتجه للعسل ولكن في منتجات تانية هي كتير مهمة لنا ولصحتنا. رح نحكي أكثر عن النحل وعن تربية النحل والمنتجات العسل وخبز العسل وغبار غبار الطلع والعقبر مع السيدة رشا عجاج، عضو في رابطة اتحاد النحالين العرب. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. أهلا وسهلا صباحك. هلا بالبداية قليلا نشوف نساء مهتمين بالعسل ومنتجات النحل، خلينا نعرف الناس عنك أكثر. رشا، نحكي عنك، عن مشروعك وكيف بلشتي. تمام. رشا عجاج مدربة ومربية نحل ومعالجة بمنتجات خلية النحل. هلا مشروعي بلش من وقت انا تزوجت زوجي مهندس زراعي وعنده مناحل، ففتت لهذا العالم تقريبا فينا نقول بالعام 1999 بلشنا بهذا المجال واستمرينا فيه كانتاج نحل وعسل فقط. بالاحداث طبعا راح المنحل وصار لازم نحن نرجع ناسس منحل جديد، ولكن كان العلم متطور اكثر، فكانت الفكرة أنه نحن كمان نبلش بالاهتمام بمنتجات خلية النحل مو بس فقط عسل ونحل. بلشنا نحاول مو بس عسل، لا صرنا بدنا منتجات. هاي المنتجات هي كانت متوفره بالاسواق ولكن مستورده، فكان الهدف انه نحن ما شاء الله عندنا مراعي رائعه ببلدنا، صحيح، ليش ما نستثمر وننتج لحنا هاي المنتجات تكون انتاج بلدنا وما بقى نستوردها. فهي كانت اول فكره لانطلاق المشروع برؤيه جديده ورساله جديده. نعم، لكن خلينا نعرف عن المواد يلي موجوده ويلي هي من انتاجكم. تمام. ايضا تمام. هلا هون عندنا خبز النحل. تمام. خبز النحل هون لهون. خبز النحل هو نفسه غبار الطلع. اوكي. بيحصل عليه النحل وبيدخله بهذا الشكل اللي شايفتي حضرتك هون، وبيرجع بيحط فوقه العسل وبيختمه لحتى يتخمر، بيصير عنده خبز النحل، بعدين بيستخرجه لحتى يتعمل يرقات منه لتبني جسمها وتصير نحله كامله. نحن بناخذ هذا الخبز النحل، هو بالدرجه الاولى محفز لنشاط الكبد، رائع، متمم لاي نقص عندي خصوصا بفيتامين بي، فيتامينات اللي بحاجتها الجسم، رائع جدا خبز النحل. نحن يمكن ما كثير، نحن بس بنتجه للعسل هذا المتعارف عليه. تمام. ولكن منتجات العسل يمكن نور ما كثير، او منتجات النحل ما كثير نحن معروفه او بنعرف شو هي، بنعرف انه هي مهمة وكلهم بيغزوا ولكن ما بنعرف شو فوائدها، لهيك اليوم خلينا نكفي عن التعريف عن المنتجات. نحن من ضمن رسالتنا الجديدة لمشروعنا هو نشر ثقافة الوعي باستخراج واستفادة من منتجات خلية النحل كتعويض للفاقد الدوائي اللي عم يكون موجود. فعندنا العقبر هو بيجي بالدرجة الأولى. أي العقبر؟ حنفرجيكم إياه كيف بيكون هيك بهي الطريقة العجينة. نحن هيك بنستخرجه. العقبر بيجمعوا النحل من الشجر وبيضيف له الشمع، بصير عندي بهاي الشكل. هدف النحل منه دائما انه يعقم خليته من اي دخول له. هي شو مثل الحجره؟ بتكون هي قاسيه، نحن ممكن نحولها بهذا الشكل الظريف اللطيف لنقدر ناكله ونتناوله مثل العلكه، في شمع هو بيكون رائع فائدته. ممكن ناخذه نحن بهذا الشكل اللي هو بودره، ممكن نعبيه بكبسولات او نخلطه مع العسل، او ممكن زيت، ممكن زيت بهذا الشكل، وممكن نحن على مبدا حب زيت السمك ينتاخذ هيك لانه هو طعمته مره ريحته شوي مزعجه، ولكن هو مضاد حيوي مفيد جدا. رائع. تمام. هو مضاد حيوي رائع وللامراض المناعيه. شو بفيد؟ امراض المناعيه بالدرجه الاولى. أوكي. مضاد حيوي، مضاد بكتيري، مضاد فيروسي، فهو رائع جدا. نحن لما يكون عندنا خصوصا بجائحه كورونا توجهنا كثير للعكبر، صرنا ناخذه مع العسل، رائع لرفع المناعه والحمايه حتى كوقايه. نحن اليوم لسه مستمرين بحمايه انفسنا والوقايه من كورونا، فلازم هذا يوميا ناخذه بالطريقه اللي بتناسب الشخص، لهيك في عندنا متعدد الاستخدامات. رشا، يمكن اشرتي لنقطه كثير مهمه. عم نشوف قديش فعلا النحالين السوريين متجهين لها بشكل كثير كبير. منتجات النحل كانت هي بمستوى
مستورده. اليوم صحيح. عم يكون في انتاج لإلها ومنا غبار طلع من سنتين او ثلاث سنين كان مستورد، اليوم عم يكون في انتاج ضمن خلايا تمام. النحل بالمحافظات السوريه. هاي النقطه خلينا نحكي عنها، وقديش يمكن عم تتطلب منكم مجهود كثير كبير اليوم ليكون في انتاج لمنتجات خلايا النحل وانتاج سوري. هلا اكيد في جهد كبير، وهو سبب الجهد الكبير امرين. اول امر هو اليوم احنا شوي المراعي عندنا يعني فينا نقول مو كثير متوفره، واذا كانت متوفره في صعوبه للوصول لها سبب تستعيد عافيتها بعدها. تمام. احنا هلا الحمد لله هاي السنه بلشنا نرجع، الوضع الامني كان شوي في صعوبه ننقل المناحل لمحافظات شوي بعيده عن الشام، اليوم الحمد لله رجع الامن، رجعنا نقدر نطلع نحصل على هاي المنتجات بالمراعي بمكانها. الشغله الثانيه، الصعوبه الثانيه هي التكلفه. التكلفة كانت هي عالية كأدوات كتنقلات، ولكن لما نحصل عليها بهذا الشكل بتضل أفضل، ولو كان كلفتها أعلى وسعرها عم يجي شوي مرتفع بتضل أفضل قيمتها من المستورد. نعم. رشا كمان خلينا نحكي عن أنواع غبار الطلع. صح. احنا عندنا اكثر من لون هون مثل ما انا شايفه. ايه في الوان وفي انواع. هلا الغبار الطلع هو كله غبار طلع، ولكن يختلف حسب المرعى. يعني هلا اللي مسكتيها حضرتك هي مراعي الازهار البريه وداخل فيها الجرجير، عندنا هون ازهار اليانسون، مراعي اليانسون، عندي هون مراعي الاشواك والمرار. فسبحان الله مثل ما العسل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، كمان نفس الشيء غبار الطلع حسب المرعى. نعم. كمان بياخد من ألوان المرعى. غبار الطلع ما حكينا عن فوائده الرائعة يلي لازم كمان ما يخلق أي بيت منه. هو بيتاكل هيك؟ فينا ناكله بهذا الشكل، وفينا كمان نخلطه مع العسل. تفضلي فيك تتذوقي بالماء إذا بتحبي. لا، وفينا نحن نخلطه مع العسل كمان. فوائده رائعة بالدرجة الأولى، هو بروتين متمم غذائي. فكرته مثل الحجر رح يكون او لا؟ هلا لما بنجيبه نحن مستورد عم يكون قاسي كثير، نحن لما بننتجه عنا تجفيف يكون متوسط بحيث انه ما ننزعج لما ناكله، مريح بالاكل. اما المستورد بيكون كثير قاسي وبيقرش. نعم. نحكي عن الفوائد. هلا فوائده هو بالدرجه الاولى حكينا بروتين متمم غذائي، الاطفال بالدرجه الاولى بيستفيدوا منه لبناء بنيتهم، لرفع مناعتهم، تنشيط للذاكره. نحن لما بنحكي عن الرياضيين بياخذوه كبروتين، لما بنحكي عن الكبار بالعمر مرضى السكري كثير مفيد لهم كمتمم غذائي بديل عن اي نوع من انواع الفيتامينات. طيب رشا خلينا نحكي عن مشاركه النحالين السوريين بمعرض الزهور، في مشاركه كبيره هي السنه واقبال الناس يمكن والتماس المباشر مع الزوار لما يتعرفوا على منتجات خلايا النحل بشكل مباشر، وكيف عم تكون ردود الفعل؟ هلا ما شاء الله الاقبال كثير رائع الحمد لله، العالم عم تيجي تتفاجئ بمنتجات مثل ما تفضلتوا، بيعرفوا عسل بس، حتى في عندنا نحالين حاطين خليات نحل نموذجيه ليشوفوا النحل امامهم من خلف الزجاج طبعا. الاهالي عم يتشجعوا يجيبوا اطفالهم يشوفوا هذا الشيء، هذا النشاط. اقبال كثير كبير على منتجات، يعني نحن عاده بياخذوا عسل، لا صار في انه ثقه بمنتجات المحليه واقبال عليها كثير، وبيرجعوا مره وتنتين وبياخذوا مثل ما تفضلتي شيء جديد، بيسالوا بيستفسروا، نحن جاهزين نعطيهم كل المعلومات. فالحمد لله كثير في اقبال حلو كثير. وكمان يمكن القيمه الغذائيه يلي بيقدموها منتجات النحل و ان كان من عسل ان كان من عقبر وان كان من اي منتجات ثانيه هي كثير مهمه للجسم، اهم من اي دواء يمكن بنتناوله عن طريق الكبسولات. بالختام نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق، كثير انبسطنا اليوم باختصاصك يلي هو يمكن شوي معروف لدى الرجال بعيد عن النساء، ولكن طبعا. برافو على الشغل يلي عم تقدميه وللمعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لك رشا، موفقين اكيد بمشروعكم، وان شاء الله هيك بنشوفك بحلقات جايه وبنحكي اكثر عن فوائد العسل. شكرا لاهتمامكم بهذا المجال. شكرا لكم. بدنا نشكرك رشا عجاج عضو في اتحاد النحالين العرب، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يسعد صباحكم.